الآن نتابع معكم هذه الجولة لأبرز ما تناوله الإعلام الإسرائيلي نستعرضه في هذه النافذة مع ضيفنا من حيفا الخبير في الشأن الإسرائيلي السيد وائل عواد. تفضل سيد وائل مع التحية. أهلا بك العزيز حازم والمشاهدين. تعرف حازم بأنه قليلة جدا هي الأصوات التي تجرؤ وتقف وتتحدث ضد الحرب في إسرائيل. الصحفي جيدعون ليفي في هآرتس هو من القلائل جدا، تحدثنا عنه أعتقد مرتان على الأقل، الذي يكتب مقالات ضد الحرب ويواجه مجتمعه ويقول بأنكم ترتكبون جريمة كبيرة. أقتبس منه اليوم ما يلي، يقول جيدعون ليفي: كل 15 دقيقة يقتل طفل في غزة، وكل بضع دقائق ينقل طفل إلى ما تبقى من المستشفيات ويلقى على الأرض الملوثة. في بعض الأحيان لا أحد يعرف ما إذا كان بقي أحد من عائلته حيا أم لا، يحدق حوله، جسده ووجهه مغبران. تبحث أو تبث هذه المشاهد بشكل متواصل على كل شبكات التلفزيون التي تعرف الصحافة، باستثناء تلفزيون واحد فقط، التلفزيون الإسرائيلي الذي لا يعرض شيئا من ذلك بعد أن استنفر بالكامل لخدمة الحرب. لكل هؤلاء الأطفال الموتى والمحتضرين والنازفين والموجوعين والجرحى والمعاقين والأيتام والمذعورين والمشردين والمعوزين، لكل هؤلاء أشقاء وأصدقاء يكبرون معهم، إنهم الجيل القادم ولن ينسوا أبدا. وبينما تنشغل إسرائيل بغضبها الرهيب والمبرر وفق وصفه على ما فعلته حماس بها وبتضميد جراحها وجرحاها، فإن ما يفعل الجيش بغزة وجنين لا يكاد يزعج أحد من الإسرائيليين، ولا أحد يفكر بالصدمة التي سيكبر عليها أطفال غزة وبالمعاناة التي لا يمكن تصورها لعشرات آلاف الأطفال الذين يتجولون الآن بلا حول ولا قوة في خوف وجودي في شوارع مدمرة، ليس لديهم لا مأوى ولا مركز حصانة ولا استشارات نفسية ولا حتى منزل. يقول جيدعون ليفي: تخيلوا أي بذور كراهية تنبت الآن في كل مكان يشاهد هذه الأهوال في غزة والشجعية ومنهاتن مرورا بعمان. يتساءل: هل يمكن أن ترى الفظائع في غزة ولا يكره من ارتكبها؟ أنهى المقال بالقول: بعد أشهر قليلة سيسافر الإسرائيليون مرة أخرى إلى باريس ولندن ودبي ونيويورك وسيندهشون كم يكرهوننا، لماذا؟ ماذا فعلنا؟ طبعا يسأل ذلك بشيء من السخرية. من هنا أنتقل للفيديو الأول. طبعا كما هو متوقع كل الاستديوهات، وكان هنالك اليوم صدمة وحالة من الأسى، افتتحت نشرتها في مقتل جال أيزنكوت، وهو ابن عضو الكنيست ووزير في حكومة الحرب جادي أيزنكوت، واللي كان قائد أركان الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال من 2015 إلى 2019. وفق الإعلام الإسرائيلي، جادي الابن الفتيل كان في جباليا وهو جندي يتبع لوحدة المظليين بالكتيبة اسمها 551. يكونون عبوة ناسفة من داخل نفر شكلت كمينا قتلته. وفق أحد الصحفيين أن والده جادي أيزنكوت كان في الغرفة المركزية لإدارة العمليات في منطقة الجنوب قريب على غزة، كان يدير أي عملية، العملية اللي قتل فيها ابن، ورأى الانفجار مباشرة بأم عينيه. ومن كان بجانبه في تلك اللحظة؟ الوزير بن جانس اللي هو كمان كان قائد أركان. في البداية لم يعرف أيزنكوت الذي حل بالمجموعة، رأى الانفجار، لم يعرف حجم الخسائر، بل ويقول أنه لم يكن يعرف أن ابنه هو الأقرب على الانفجار. استمر في العملية حتى جاء أحد قيادة الجيش وأخبره. كان أيزنكوت في لقاء مع أعضاء حزبه، الحزب الوحدة الوطنية، وأعرب بأنه يرى بأنه حتى لو كان الثمن كبير لحماس من أجل إطلاق سراح الأسرى يجب أن يكون ذلك. وتحدث بأنه ابنه يقاتل في القطاع، وتحدث بتأثر عن ابنه. بعد ساعات من هذا التأثر وهذا اللقاء قتل. ويقول الصحفيين أنه جمله التي كانت أمس تأخذ اليوم معنى آخر، بعد أن قتل ابنه في نفق داخل غزة في حي جباليا
ورأى ذلك مباشرة بأم عيني. وإلى الفيديو الثاني. بعد أن وصفوا صحفيين بالاستديوهات بأنه يوم صعب جدا من أصعب الأيام التي مرت على إسرائيل في الحرب، وأن يعني من بعد 7 أكتوبر طبعا، وأن ليس جال أيزنكوت هو القتيل الوحيد، إنما 4 آلاف غيره، يعني ما بعد 5، بلغت اليوم بمقتل أبنائها في المعارك في القطاع، وأنه يوم صعب وأليم كما قلنا. في الفقرة الثانية مباشرة بدأوا يتحدثون عن تقدم على الأرض، وأنه خان يونس يتوجهون إليها، وأنهم يفجرون الكثير من معاقل حماس، أو ما يقولون بأنها منشآت حسب وصفهم تستخدم للإرهاب، وقالوا بأنهم يقومون بعلات شفاء، يعني فعل الشفاء. بس شو قصدن فعل الشفاء؟ مش الشفاء الشفاء، قصدن العكس، يعني قصدن يفعلون ما فعلوه في مستشفى الشفاء، بس هيك صاروا يسموها فعل الشفاء أو عملية الشفاء. يعني بدنا نساوي هون شو سوينا بمستشفى الشفاء. طبعا مع القول أنه لا يوجد مواطنين في هذه المناطق، على كل الصور والفيديوهات وأطفال وكذا، هن بقولوا فيش مواطنين أصلا بعرضوهاش، بقولوا كلنا هدول مقاتلي حماس. وبرزت معلومتين مهمتين. الأولى، توقع أحد المحللين بأنه الأصعب لم يأتي بعد، الأصعب عندما يدخل خان يونس، هنالك ذروة الصعوبة ستكون، ويحللون أنه قد تكون هنالك خسائر، ولكن أيضا يقولون أنه إذا سقطت خان يونس فهذه هي دلالة انتهاء حماس. قبل شهر قالوا إذا سقط مستشفى الشفاء هذه هي دلالة انتهاء حماس. جننونا هذاك الكلام. الآن يبحثون عن رمز آخر للقضاء على حماس. طبعا تذكرون هيك سريعا بس من بداية الحرب أن لا ترى إنسان في غزة، كله فقط تصوير من الجو، لا صور أطفال ولا نساء ولا لاجئين ولا عائلات ولا نازحين ولا كبار بالسن ولا أي شيء، إنما فقط تصوير من الجو. كل الأطفال والمنضجرين بدمائهم والأشلاء هذا بصوروهاش. فقط كان اليوم رأيتم خلال النشرات طبعا عشرات الشباب بملابس داخلية في جباليا يتم نقلهم، بس لفت انتباهي قناة 14 بتقول بأنه هدول كلهم مقاتلي حماس، قناة 12 بتقول لا مش كلهم مقاتلي حماس، إذا احنا خدناهم كلهم وبعدين منحقق مع واحد واحد ومنشوف مين مقاتل حماس ومين لا. انتقل للفيديو الذي بعده. حتلانات من الجبهة الشمالية، مقتل مواطن إسرائيلي وقتل 3 من عناصر حزب الله. هذه هي أرقام الإعلام الإسرائيلي. الآن الصحفي اللي على الشاشة يقول بأنه لديه معلومات بأنه لدى حزب الله 100 قتيل على الأقل منذ بداية الحرب، بس بقول بأنه حزب الله لا يعلن عن قتله. يعني هو يعني بتشعر أنه بعرف أكثر من حزب الله قد في قتله. ثم طبعا يظهر نتنياهو بالفيديو في منطقة الشمال مرة أخرى، في الشمال نتنياهو، ويهدد قد يكون للمرة 20 إذا مش أكثر منذ بداية الحرب، يهدد حزب الله بأنه بالأول كان يقول سأعيد لبنان إلى العصر الحجري، استغير الكلام تبعه بقول سنجعل بيروت تشبه غزة، غير الوصف من العصر الحجري إلى تشبه غزة. أنتقل للفيديو الأخير لليوم. وعلى فكرة ما كان في عندي أشياء كثير تحليليا، بس بقوله تقدمنا وإذا سيطرنا على خان يونس تسقط حماس. أهم من هيك أو ما كنا نرى في أيام سابقة تفاصيل وتحليل وغير ذلك، اليوم كان في أقل، يمكن كمان بسبب صعوبة الموقف اللي عاشوه، خصوصا بمقتل أيزنكوت. وكانوا يتحدثون أو ابن أيزنكوت كانوا يتحدثون اليوم بأن تربطهم علاقة شخصية مع الوزير جابا أيزنكوت، لأنه تقلد الكثير من المناصب في الجيش سابقا. في الفيديو الأخير، الصحفية من قناة 13 أحضرت اليوم تفاصيل جديدة للخلافات داخل الكابينيت. سابقا تذكرون نتنياهو اختلف مع جالانت، ونتنياهو اختلف مع جانس، وشبهات بأن بعض من في الكابينيت يسرب للصحافة،
قبل أيام فتشوا قائد أركان الجيش أحسن ما يكون معه جهاز تسجيل، واعتبروها إهانة كبيرة للجيش، وألف قصة وقصة خلافات داخلية. طبعا هذا بس اللي برشح منها، بإمكان التخيل بأنه قد يكون هنالك أكثر. اليوم تقول هذه الصحفية أن مدير مكتب نتنياهو يمنع سكرتير الجيش، وسكرتير الجيش هو حلقة الوصل بين الجسم السياسي والجسم العسكري، وهو شخص مركزي جدا 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 خصوصا خلال الحرب. مدير مكتب نتنياهو يبقي خارج الغرفة، يجعله ينتظر، يعني يتعمد يغلبه، أو يمكن أقول إذلاله أحيانا. مكتب نتنياهو رد، أنكر ذلك. الجيش رفض التطرق للموضوع ولكنه لم ينكر ذلك. نتنياهو قال هذا كذب، يدخل متى يريد. الجيش قال أنا بديش أقول إذا يدخل كما يريد أو لا. الصحفي في الاستوديو مصرة بأنه هذا الكلام سليم والخلافات مستمرة داخل مكتب نتنياهو، وهنالك حالة محاولة خلاف أو محاولة سيطرة كل الوقت بين السياسيين وبين قيادة الجيش في إسرائيل. إذن كان يوم حافل، بدأوه بأجواء حزينة في كل الاستديوهات على مقتل هذا الشاب ومقتل الآخرين، ثم قالوا سننتصر قريبا، وتذكروا الرمز الجديد للقضاء على حماس، ليس مستشفى الشفاء كما صدعوا رؤوسنا ووجعوا لنا رؤوسنا خلال الشهر الأول من الحرب. الآن بقولوا لا، خلاص، خان يونس هي المفتاح. إلى هنا أصل إلى ختام هذا التلخيص السريع، شكرا لك.